السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنقف على واحدة من أجمل الإقامات السكنية في الجزائر وفي العالم بصفة عامة، لما لهذا التصميم الرائع ولهذه الإقامة التي تقع بمحاذاة الشارع الأسود إذن بوهران بمقابلة لحديقة الصديقية التي تم افتتاحها مؤخرا. إذن نخليكم تتابعوا هذه الصور الرائعة عن هذه الإقامة السكنية الجميلة جدا، وإحنا ماذا بنا هذا النوع من التصميم يعم كل البنايات والإقامات يعني على عبر التراب الوطني. أترككم تتابعون والسلام عليكم.